هالناس، شوف هالناس شوية. أنا شوف هالناس من فوق. لا شوف علي منك. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا اخوتي، جينا حدا الملعب ديال محمد الخامس، هذا المكان اللي غادي تلعب فيه المنتخب المغربي. قبل قليل تقريبا شي ساعه ولا ساعه ونص غادي يبدا الماتش ان شاء الله، وغادي نبارطاج معكم ما احسن باذن الله. تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وديما المغرب، والتوفيق للمنتخب المغربي. كما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا، الامن الوطني، جماهير ديال المنتخب المغربي، بعض الصحفيين، بعض القنوات حتى هما جاوا هنا وكيبارطاجيو. وقررت حتى انا دست داخل هنا حيت ممنوع اخوتي يدخلوا الا الكبار كما كنقولوا الصحفيين والناس اللي حيت انا قالوا لي شكون انت، قلت لهم انا صحراوي والمسائل التيكيتيه ديالي والمسائل، وكما قعدت وربي ما كيخيبنيش ودخلت. هذه القضيه صعيبه ماشي ساهله باش تدخل هنا، هذا المكان صعيب. المهم الاجواء رائعه جدا حدا الملعب، رائع جدا في الدار البيضاء، الاجواء زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى المغرب تهال باذن الله، وديما المغرب، ونتمنى المنتخب المغربي 4-0. هادشي اللي كنوقع باذن الله. كما كتشوفوا الجماهير رجاويين، ها هما خوتي. ايوا الاجواء جميله رائعه جدا. هذه هي كازا خوتي حدا التيران، كما كتشوفوا الامن الوطني مستعدين على حساب هذه المباراه. ايوا الكونغو الديمقراطي حتى هما قريبا غادي يدخلوا الملعب. الملعب هو هذاك اخوتي باش نكونوا واقعيين، ها هو اخوتي الملعب هو هذاك. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، الاجواء جميله، وغادي نحاولوا نقربوا لكم الجماهير ديال المنتخب المغربي. كما كتشوفوا معنا اخوتي، كنتواجدوا حاليا في كازا في الدار البيضاء حدا الملعب محمد الخامس. انتوما جماهير ديال المنتخب المغربي جايين من مدينه كوريا. اييه الله يسعدك، تحيه للاولمبيك تحيه للجرين. وانتوما دابا جايين باش تفرجوا شنو كتوقع في هذه المباراه. انتوما راكم هذه 3-0 وما غايحلقاش 3-0 3-0 3-0 3-0 كلهم كيقولوا 3-0. المهم الجماهير ديال المنتخب المغربي حاضرين بقوة، حاضرين بقوة، قوة، وحاليين الاحتفالات هنا. من بعد يسالي الماتش التأهل للمنتخب ان شاء الله، شنو غادي ديروا؟ نفرحوا شوية مع نحتفلوا معاهم ضروري. انتم اخوتي راه مستعدين الجماهير ديال المنتخب المغربي. تحياتي لكم اخوتي، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله نربوح. معكم انتم كاملين والله يحفظك. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا هذا المكان كله فيه الجماهير ديال المنتخب المغربي، الناس كتسنى كتنتظر الاحتفال، كتنتظر بزاف ديال الحوايج. المهم هنا زوين بزاف، وكاين الامن الوطني، وكاين بزاف ديال اش غادي نقول لكم، تبعوا معنا واستمروا معنا. الاجواء رائعه جدا، اش غادي نقول لكم. دابا الجماهير ديال المنتخب المغربي باقي ما وصلوا. ايوا كنشوفوا الامن الوطني، قوه المساعده، المهم وبزاف ديال الامن، بزاف ديال القوه المساعده كاينه هنا، بحال الى غادي اش غادي نقول لكم، تبارك الله. التنظيم غيكون في المستوى، هادشي كله زوين. المهم وثاني حاجه انا محظوظ صراحه، وكونوا واقعيين كما كتشوفوا. قوه المساعده حدا التيران مستعدين على حساب قبل تبدا المباراه، دابا شي ساعتين ولا 3 سوايع. المهم الاجواء رائعه جدا، وعندنا الامن الوطني، وعندنا الصحفيين، المهم كل شيء في المستوى، ونتمنى ان شاء الله يكون خير باذن الله. المهم الاجواء رائعه جدا، بالنسبه حتى النزول الشتاء بدات كتكالما، الشتاء مابقاتش كتكون بدات كتوقف، ونتمنى توقف الشتاء وندوز المباراه في المستوى، والاحتفال يكون طوب. كما كتشوفوا هنا كله فيه الامن الوطني، قوه المساعده، الاجواء في المستوى، والتنظيم غادي يكون في المستوى كما كتشوفوا.
ايوا كيما قعدت بزاف من هذه قعدت بدي كيجول بدي يصور لكم ونتمنى ان شاء الله التوفيق ليه ونتمنى ليه السعاده بخاص عفوا نتمنى ليه النجاح في التيران ان شاء الله باذن الله وما تكونش الامور صعيبه كلشي يدوز على خير باذن الله هادشي كنتمنوا الجماهير ديال المنتخب المغربي كي كان مع الاخوان ديما مغرب ديما مغرب ديما المغرب الخوت شنو كتوقع في المباراه هذا غنضربهم شي 3-0 3-0 ان شاء الله نولا انتصار المغرب انتوما رجاويين ولا وداديين انا خويا ودادي رجاوي رجاوي جيتي باش تشجعوا المنتخب المغربي جينا من الرشيديه من الرشيديه تحياتي لكم شكرا تحياتي للناس الرشيديه ديما مغرب ديما مغرب تماما ديما مغرب اخوتي كما قلنا اخوتي باقي مستمرين باقي كنبارطاجيو معكم الاجواء ونشوفوا اشنو كاين المهم هادشي كله زوين كما كتشوفوا المسبح ديالو ولا منه والامن الوطني المهم حدا التيران فاش كتواجدوا ونشوفوا لكم هادشي كله زوين نتمنى نصور المسائل هانتوما خوتي كما كتشوفوا الاجواء جميله جماهير كاينين كما كتشوفوا خوتي جماهير ديال المنتخب المغربي قبل مباراه حدا التيران حاليا كما كتشوفوا هذا مركب ديال محمد الخامس تيران رائع جدا باقي ما دخلنا ولكن قبل قليل غادي ندخلوا ان شاء الله وغادي نبارطاجي معكم ما احسن باذن الله المهم جماهير ديال المنتخب المغربي كيما كتشوفوا هنا المهم الاجواء رائعه جدا جميله نتمنوا التوفيق ان شاء الله ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي ونتمنوا الفوز كما كتشوفوا معنا خوتي الامن الوطني حاليا هذه البلاصه يدخلوا ليها الا الصحافه والكبار ونتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو ايوا المباراه غادي تكون في المستوى حاليا حدا التيران كما كتشوفوا البلاصه كلها فيها الامن الوطني قوات المساعده فيها بزاف ديال المسؤولين على حساب التنظيم ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي اللي كاين وجماهير ديال المنتخب المغربي ها هما كما كتشوفوهم كيستعدوا باش يشجعوا المنتخب كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا حدا التيران المهم قبل الدخول جماهير ديال المغرب خاص هذا الملعب اللي رائع جدا كما كتشوفوا معنا اخوتي قوه المساعده ما عرفتش بالضبط واش قوه المساعده ولا شي فرقه جديده على حسب قوه المساعده حيت كاينين بزاف هنا كنت انا كنعرف الامن كنعرف قوه المساعده وكاين بزاف هنا كاينين بعض بحال قوه المساعده هما كيدخلوا للتيران كيحميو الناس خاص التيران تما المهم راكم عارفين داك الصداع اللي كيوقع داخل الملعب هادو هما كيستعدوا باش الماتش ديال المنتخب المغربي باش التنظيم يكون في المستوى هذا هو المهم اخوتي حاليا كنتواجدوا حدا الملعب صراحة كنتمنى وطنينا كنتمنى تتوج وجماهير كنكون قادر بعد قليل تقريبا الدخول الى الملعب مدة مع ثلاثة بالضبط غادي ندخلوا الملعب ونبارطاجي معكم مع افضل باذن الله كما كتشوفوا الشرطة حاليا حدا التيران ديال محمد الخامس كننتظر الدخول الى الملعب باذن الله الجماهير الشرطه الامن الوطني قوات المساعده كلشي مستعد كلشي قاموا بالواجب ديالهم كما كتشوفوا الاجواء رائعه شوف شي واحد يقول لك انا يا بوليسي ولا كذا ولا ما عرفتش انا هنا ولا كذا ولا كذا
شي كلمه سيدي على الماتش ديال المنتخب. الكلمه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على خاتم المرسلين. كنبلغوا التحيه والشكر ديالنا للبطل الكبير محمد السادس نصره الله. ثانيا كنبلغوا التحيه ديالنا كامله لهاد الجنود اللي مجنده اللي كتخدم واحد الليل النهار، لان العين ليله تنن على هذا العرس الشريف تماما، لان كتنوم نيام ليلا ونهارا وكيضربوا معنا واحد التماره كبيره. وكنبلغوا التحيه والشكر ديالنا للجامعه اللي خصها تقوم معنا بواحد العمل جبار. هذا الشيء اللي وقع دابا، هذا التيار اللي وقع ديال هذه البلبله، ما خصناش نبقاو نشوفوها تماما، ونكون حلوا المشكل ديالنا من بعد هذا الماتش ان شاء الله. باذن الله نحلوا المشكل ديالنا مع المنتخب ومع المدرب، ونحلوا المشكل ديالنا ونرتبوا البيت الرياضي ديالنا باش نعطيوه واحد الصوره افريقيه، صوره عربيه شريفه اللي تمثلنا على مستوى عربي وعلى مستوى افريقي وعلى مستوى دولي وعلى مستوى عالمي، لان احنا ماشيين نحضروا واحد العرس اللي هو عالمي ان شاء الله. ان شاء الله رابحين رابحين رابحين، لان بالمجهود ديالنا الرياضي غادي نربحوا ان شاء الله. منين جيتي انت؟ انا ماشي من مدينه مارتين، من ناحيه تطوان. تطوان، تحياتي لنا جزيل تطوان. اي عرس كنحضروه خارج الوطن وداخل الوطن. وبيبه تحيه للشعب المغربي، تحيه للسلطه المغربيه، وتحيه للمملكه المغربيه، وتحيه لجميع المحبين الرياضيين. الله ينصر مالكنا محمد السادس. تحياتي لكم اخوتي. شكرا. معلم وديما كوضير. وديما وداديين. ها هما خوتي ها. ديما كنعتذر لكم. مكناس ثلاثة الزيرو عقل عليهم، ثلاثة الزيرو وديما كوضير. ديما ماتادوريس. بارك الله عليكم. شكرا. الله يحفظك. كما كتشوفوا اخوتي الاجواء رائعه جدا، الجماهير ديال المنتخب المغربي كلهم حاضرين هنا، كلهم كينتظروا باش يدخلوا التيران قبل قليل. استمروا معنا. ها انتم اخوتي دخلنا للتيران، خاص التيران ديال محمد الخامس. هذه البلاصه غادي ندخلوا ليها وغادي ندخلوا لداخل التيران. صراحه التحقيق ديال بصح علي الا جينا من تندو. الله يعطيك الصحة خويا. والله إلا تحقيق بزاف. ما عرفت شحال من مرة سولولك، شحال من مرة قلبوا لي شكرا. 10 خواتي نطلعوا ونشوفوا التيران ديال محمد. يا سلام يا سلام. هانتوما أخيرا دخلنا التيران ديال محمد خالد. هنا غادي تلعب فيه المنتخب المغربي. هذا الشيء غادي يكون طوب، غادي يكون زوين. سبحان الله ملي كنشوف هذا الشيء التلفازه كيكون في الشكل. دابا انتم اخوتي كما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا. ها انتم اخوتي هذا هو تيران ديال محمد الخامس. نتمنى ان شاء الله يكون خير. الملعب رائع جدا زوين بزاف. ايوا هنا كلشي كيبان طوب. هاد التيران كما كتشوفوه سبحان الله هادشي بشكل اللي شفتي داكشي واعر طوب خاص التلفازة. المهم التيران باقي طويل، وهنا غادي تلعب المنتخب المغربي تقريبا شي ساعتين هكا تقريبا ولا ساعة ونص. المهم الناس كيجيو يتفرجوا معاك. المهم الأجواء رائعة جدا. يا سلام يا سلام هادشي زوين بزاف. المنتخب المغربي كيدخلوا هنا، كاين بزاف ديال الان، كاين قوه المساعده، بزاف ديال الجماهير غادي تكون هنا قبل قليل. ساعه ساعتين غادي تشوفوا هاد التيران عامر، ولكن قبل قليل ربما غادي تكتشفوا التغيير. وفي الليل غادي يكون هنا طوب. من غادي نبدا المباراه غادي تكتشفوا الملعب زاهر عامر بزاف الجماهير، وغادي تشوفوا الاجواء زوينه. ودابا الاجواء في النهار راه في شكل، والاجواء في الليل هنا في شكل. المهم حتى الله ما يتصور، حتى الله ما نبارطاجو معاكم. هذا هو الملعب ديال كازا. الملعب رائع جدا. هذا المكان غادي يلعب فيه المنتخب المغربي امام الكونغو الديمقراطي. نتمنوا تاهل المنتخب المغربي باذن الله. كما كتشوفوا الملعب رائع جدا. هاد البلاصه جالسين فيه الناس
ايوا الملعب زوين بزاف والاجواء في الليل غادي تكتشفوها تماما مختلفه وفي النهار مختلفه تماما كما كتشوفوا. دابا حاليا كنتواجدوا في المكانة المكان فاش كيكون جمهور ديال الرجاء. الاجواء رائعه جدا والملعب باقي ما عامر حيت الوقت باقي بقات تقريبا شي ساعتين ما كتشوفوا. ايوا انا ها هو وديما مغرب ونتمنى ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي ونبارطاج معكم ما احسن باذن الله. الاجواء في التيران زوينه بزاف المهم كما كتشوفوا التيران باقي ما عامر ولكن ملي غادي تبقى المباراه ساعه غادي تشوفوا جماهير كثيره باذن الله في هذا المكان. حاليا الاجواء رائعه خاص كتسمعوا الاصوات ديال الجمهور المنتخب المغربي في المستوى الجاحين في قازها. هذا الملعب هذه الليله غادي يكون طوب. الاصوات ديال الجماهير في المستوى صراحه برافو جماهير مغربيه تبارك الله رائع جدا هادشي كله زوين. جمهور ديال المنتخب المغربي كما كتشوفوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجماهير ديال المنتخب المغربي. شوف شوف تبارك الله رائع جدا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام صراحة رائع جدا الجماهير ديال المنتخب كلهم في الملعب ذاك يا عمر ولكن مع السبعة غادي تشوفوا الملعب. ايوا الملعب كبير الملعب سمعوا سمعوا اخوتي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جماهير المنتخب المغربي كنرفع عليهم قبعه بهذه الطريقه رائعه جدا. هذه غير البدايه اما الى فزنا على كونغو ديمقراطي وانتهلوا غادي تشوفوا احتفالات ديال بصح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على جماهير المنتخب المغربي مباشرة من الضل البيضاء. ها هي المكانة كما كتشوفوها صاحبي شنو بزاف ديال الشامبو يا
كما تشوفون هنا جماهير منتخب مغربي خاص مركب محمد الخامس. الأجواء رائعة جدا، الأجواء جميلة حاليا. كنا نتظاهر الماتش تقريبا شي ساعة ونص اللي بقات الماتش. كما تشوفون هنا
رائعة جدا. هذا فريق الكونغو الديمقراطي، هو المنتخب المغربي، اللاعبين ديال المنتخب المغربي كما كتشوفوهم نتمنى يبان لكم. ها هو عفوا على حسب كعبي بوفان. كما كتسمعوا الجماهير المنتخب المغربي الملعب